كم يبلغ عمق نهر النيل؟ أهلا ومرحبا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة. كما نعلم بأن بالنسبة لآخر إحصائيات تم إجرائها في الفترة الحالية، إذ عمق نهر النيل يبلغ تقريبا أو حوالي 9.5 أمتار، ويذكر أن متوسط عمق نهر النيل يتراوح ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف، ويبقى ما بين 8 متر وصولا إلى 11 مترا. ويذكر بأن عمق نهر النيل يختلف ما بين منطقة إلى منطقة أخرى، وليس واحدا على النهر بأكمله، ففي بعض المناطق يبلغ أمطارا أعلى، وفي بعض المناطق يبلغ أمطار أقل. فبالتالي إن كنتم تحتاجون إلى أي أسئلة حول نهر النيل أخبروني، وإلى اللقاء.